دافورة غريبة أنها ما بتخضع لمجهر المراقبة من قبل الأهل. الصحة، النمو، الوزن، كل معايير تترقبها الأم بدقة، وبأغلب الأحيان صحة الطفل وزيادة وزنه هو المقياس المطلوب لضمان صحته. أريجة، إمتى بتصير زيادة الوزن هي مشكلة بيعانيها الطفل، وكيف يمكن ممكن للأهل أنه يقدروا يتعاطوا مع هيدي المشكلة وإيجاد الحل لها مشان ما تتحول لمرض؟ أكيد الإجابة معنا بصباحنا غير لليوم مع أخصائية التغذية أريج درويش. يسعد صباحك أريج. صباح أهلا وسهلا فيك أريج. فيكي أريج. بالبداية خلينا نتعرف أكثر على السمنة عند الأطفال. بداية احنا المفروض نعرف نفرق بين السمنة وبين الأوفر ويت اللي هو زيادة بالوزن. زيادة الوزن هي بتكون عنا زيادة بثقل الجسم بس بدون ما يكون عنا بالجسم، بينما السمنة فهي زيادة لتراكم الدهون بالأنسجة الشحمية الموجودة بالجسم. نحن فينا نقول إنه هذا الطفل مصاب بالسمنة لما بيكون عنا نحن زيادة بالوزن الطفل الحالي عن الوزن المثالي للطفل بنسبة 20% أو أكثر. وقتها بنقول إنه هذا الطفل عنده سمنة، ونحن المفروض وقتها نتدخل بالعلاج الغذائي لحتى نحن نقدر نحافظ على وزنه ونرجعه للمقاييس الطبيعية للطفل اللي بعمره. يعني أريجة، كتير شغلات بتأثر على الطفل من ناحية البدنية، الأكل الزايد، هل الوراثة بتلعب دورها بسمنة الطفل؟ طبعا أكيد العوامل الوراثية من أهم العوامل يلي نحن فينا نعدها بتسبب السمنة عند الأطفال. العوامل الوراثية بتسبب زيادة الوزن بشكل كبير، بتأثر على الطفل حتى من عمر الرضاعة، من لما بيكون عم يرضع لوقت ما يصير بمرحلة المراهقة. إذا كان عندنا الأب أو الأم أو عائلة الأب أو عائلة الأب عندها وراثة بالسمنة، فالطفل أكيد ممكن يجي عنده إصابة بالسمنة أكثر من غيره. طيب شو هي أبرز الأعراض يمكن يلي كل أم بتقدر تشوفها بطفلها وهي بتنذر أنه ممكن يصير عنده زيادة بالوزن أو بالأحرى سمنة عند الطفل؟ هلأ الأعراض، نحن عنا أعراض السمنة نحن بتبدأ عنا من فترة الرضاعة، من لما ببلش الطفل يرضع. أول شيء نحن بتراقب الأم وزن الطفل، فلما نحن عنا الطفل اللي عم يرضع من أمه رضاعة طبيعية بيكون عنده زيادة بالوزن أكثر من الطول، فنحن أول عارض لحتى نحن ننتبه لهذا الطفل إنه عنده سمنة، إنه عرض للإصابة بالسمنة بفترات لاحقة من العمر أو لا. اثنين، انه نحن نعرف هذا الطفل قديش عم يزيد نحن عندنا مخططات النمو، فالمفروض نحن نمشي بمخططات النمو لعمر الطفل من لما بيخلق لما يصير بعد فتره الرضاعه. في عندنا عامل وعرض كثير مهم هو كثره الاصابه بالامراض. لما الطفل من لما بيخلق بيكون عنده اصابه بالامراض بشكل متكرر، فهذا ممكن يكون ضلل او عريض على انه هو معرض للإصابة بالسمنة بفترات لاحقة من العمر. كمان بس يمكن الأم بخلال فترة الرضاعة يمكن ما بتحس إنه هذا الشيء عم يأثر على طفلة ورح يصير عنده زيادة بالوزن، يمكن ما لها قلب، يمكن تخفف جرعات الطعام اللي عم تطعميها، بتحس إنه لازم تغذيه بكل الوسائل. نحن هذا الغلط الكتير شائع عنا، إنه نحن الطفل الرضيع بس يرضع فورا نحن من رضعه. هذا الشيء كتير غلط. الولد ممكن يكون عنده مغص، ممكن يكون عم يعاني من أمراض أخرى. نحن المفروض لما الطفل بيزيد بكاؤه ما فورا نحن نسكته بالأكل أو بالرضاعة، فالمفروض نحن نعرضه للطبيب فورا. أكثر شيء بيخلي الطفل المغص بيخلي الطفل يبكي. هلا أريج، بدي أسألك، بعد الرضاعة يعني وقت يبين مع الأم، في مرحلة تانية كمان بيعاني الطفل فيها من البدانة، في حد معين بيقدروا الأهل يتبعوه تجاه الطفل؟ مثلا رياضة بس يكبر يصير يمشي، حتى وجباته يقدروا يخففوا له إياها، شو بيقدروا يعملوا لأنه يحدوا من هذا الشيء؟ لأنه إذا تفاقم هذا الشيء يمكن يسبب خطورة. طبعا ممكن يسبب خطورة لحياته لبعدين، أثار السمنة كتير ضارة رح تكون عليه. أول شيء نحن بنركز على التوعية عند الأهل بكافة المراحل لتغذية الطفل، من لما الطفل بيخلص مرحلة الرضاعة وبيبلش بالتغذية المختلطة. التغذية المختلطة نحن عنا بتبلش من عمر الأربع شهور، نحن نبلش ندخل الأطعمة الغذائية للطفل، الأطعمة الصلبة ممنوع نحن ندخلها قبل الشهر الرابع. إذا نحن بلشنا ندخلها قبل الشهر الرابع للطفل، فهذا ممكن يؤدي للسمنة بمراحل لاحقة. بالإضافة لأنه نوعية الأكل اللي نحن عم ندخله للطفل، أول شيء نحن المفروض بالشهر الرابع نبلش بإدخال الرز والقمح مشتقات الحبوب. بعد الشهر السابع نبلش ندخل الفواكه والخضروات. ما فينا نحن ندخل فورا الخضروات كلياتها بالشهر الرابع أو قبل.
توعية الأهل شيء كتير مهم. بعد ما بيخلص الطفل مرحلة الرضاعة ببلش بالمرحلة اللي هو بلش يمشي فيها، بصير كتير بحب الشيبسات وبحب الشوكولا وبحب هاي الأكلات. نحن المفروض من هذا العمر نوعي الطفل على أضرار هاي الأشياء اللي هو عم يأكله، قديش هي مضرة بالنسبة لصحته، قديش ممكن تسبب له سمنة، وممكن الملونات اللي فيها تسبب له أمراض كتير عديدة لبعدين. يمكن توعية عند الأهل أرجو كتير أمر مهم. يمكن ببعض الأحيان الأهل أو الأم بتسمع يمكن من جيرانة أو بتسمع من حماتة أو من أمة. هلأ أكيد لا غنى يعني عن كلمة الكبارية، بس في شغلة كتير مهمة أنه لازم تضل متابعة الأمة عند أخصائي تغذية لحتى تتعرف أكتر شو المفيد لصحة ابنها بهذا العمر، لحتى يمكن ما يصير معه أي سمنة. هلأ هون شو بيجي دور الأخصائيين التغذية؟ دور أخصائيين التغذية أول شيء نحن نبلش نعمل حملات توعية قبل ما تكون للأطفال، هي تكون للأهل وللأم، عن كيفية تربية وتغذية الطفل بالشكل السليم من لما ببلش هو بالتغذية المختلطة لما يخلص لحتى يصير هو مسؤول عن أكله. نحن المفروض نزرع بهذا الطفل من لما بيكون صغير شو الأكلات الصحية والسليمة اللي هو المفروض أنه ياخدها. بعد نحن قد ما فينا نخفف من السكريات اللي عم ناخدها، نفهمه أضرار السكريات اللي عم تفوت على جسمه. هاي السكريات كلها عم تتحول لدهون عم تتخزن بالجسم، هذا رح يؤدي للسمنة وللأعراض الكتير مضرة اللي بتترتب على السمنة بعدين. الأم دورها كتير مهم بأنه توعي الطفل على الأغذية السليمة الصحية اللي هو المفروض تكون بنظامه الغذائي، وتعوده على نظام غذائي من هو وصغير حتى يقدر يضل ماشي عليه لبعدين. يعني أريج عالم الطفل واسع بكل مجالاته، سواء بصحته سواء بتعليمه. أكيد اليوم كنتي معنا لتعطي نصايح لجميع وتفيدينا بمعلومات جديدة. بدنا نتشكر وجودك اللطيف معنا، بدنا نتشكرك على المعلومات اللي أضفتيها لألنا ولجميع مشاهدي الأخبارية السورية. شكراً لكم. يعني أكيد الصحة عند الأطفال وعند الكبار كتير مهمة، وأي شخص بهمه أنه ما يصير في زيادة بوزن بدءا من الأطفال للكبار. شكرا كثير أريج درويش أخصائية التغذية. شكرا. هلا سالي رح نضبط